موضوع عن الجلسة المرتقبة اليوم، يلتحق بنا على المباشر محامي وزارة الاتصال نجيب بطام. صباح الخير أستاذ. صباح الخير سيدتي. بداية أستاذ نجيب بطام، اليوم المحكمة ستنظر من جديد بعد 3 تأجيلات في قضية بيع مجمع الخبر لرجل أعمال يسعد ربراب، ما المنتظر من هذه الجلسة؟ طيب، اليوم إن شاء الله سنتولى كدفاع بصفتنا كدفاع عن وزارة الاتصال تقديم مذكرة جوابنا تتضمن ردود عن دفوع المجمع الخبر، كما سنتولى القيام بإجراء قانوني جديد نتوقع من خلاله أن تستغرق هذه القضية ربما جلسة أو جلستين أخريين إن شاء الله. طيب أستاذ نجيب بطام، كون الملف ملف بيع مجمع الخبر لرجل أعمال يسعد ربراب الآن تحت نقدر نقول راه متواجد في المحكمة الإدارية الاستعجالية، الكثير يقول بما أنه في محكمة استعجالية إدارية ممكن أن الاستعجال في النطق في الحكم يكون يعني لا داعي لكل تأجيل في كل مرة، نظرتكم من الناحية القانونية لما تكون قضية في المحكمة الإدارية الاستعجالية؟ هو صحيح كلام كذا من الناحية القانونية، لكن أيضا قانون الإجراءات المدنية والإدارية لم يحدد توقيت معين للفصل في مثل هكذا قضية. وينبغي أن نعلم ويعلم المواطن الكريم أنه في قضايا الاستعجال فيه نوعين، فيه ما يسمى الاستعجال من ساعة إلى ساعة، وفيه الاستعجال العادي. فالاستعجال الأول من ساعة إلى ساعة هو الذي لا يستغرق وقت طويل، أما الاستعجال العادي فيأخذ الوقت الكافي الذي تتطلبه إجراءات القضية. وطالما أن المحكمة تراقب الإجراءات وتراقب طلباتنا، فأعتقد أن الإجراءات تسير في صورة قانونية طبيعية جدا. وقلت لك أنه ينتظر أيضا أن تستغرق جلسة أخرى، هذا بالنظر إلى طبيعة القضية وبطبيعة الإجراءات التي نتبعها نحن كمحامين، سواء محامي وزارة الاتصال أو زملاء المحترمين محامو الخبر، بالنظر إلى طبيعة الإجراءات التي نقوم بها تستغرق الوقت. كل ذلك يتم تحت رقابة المحكمة الإدارية، يعني قضاة المحكمة الإدارية، وهم أدرى وأعلم بأن هذه الإجراءات طبيعية وفي إطار قانوني. ما ينبغي تسجيله في هذا الإطار أنه لحد الساعة، أنا أتكلم من ناحية القانونية، لحد الساعة الإجراءات تتم في أريحية وطبقا لأحكام القانون. طيب أستاذ نجيب بطام محامي وزارة الاتصال، شكرا لك على كل هذه التوضيحات، وأكيد راح تكون لنا متابعة لهذه الجلسة. بحول الله، شكرا لك، يومك مبارك. مشاهدينا من